طيب برضه سؤالي الجاي ليك، انت شايف ايه المشكله في باريس سان جيرمان او حتى مشكله مانشستر سيتي؟ ليه فرق تصرف كل هذه المصاريف ولا تفوز بدوري ابطال اوروبا؟ هل هي مثلا مشكله مدير فني، مشكله مدرب مش لاعبين؟ كي تفوز بكأس أوروبا إنه يلزمك سنوات عديدة من الخبرة وإحضار اللاعبين الجيدين والتضامن، إنها ثقافة الفوز. وبالفعل أقول لكم أن أؤكد لكم أن على الساحة الأوروبية باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي يعتبروا من الأندية الجديدة على الساحة الأوروبية. انظروا إلى الفترة السابقة كم فازوا وكم وصل، كم مرة وصلوا إلى النهائي. لكن عندما اننا الان نتحدث عن البديهيه، هل ليس من البديهي ان تفوز كل عام ببطوله دوري الابطال الاوروبي؟ يجب كي تفوز يجب ان تكون دائما في افضل حاله، لديك افضل لاعبين ولديك جميع الامكانيات، وانك في وبمجرد ان تخسر مباراه تفقد كل شيء. لكن اؤكد لكم الكثير من الانديه تلعب وتقوم بدفع الكثير من الاموال ولا تفوز بالبطولات. اؤكد لكم ان اللاعبين الكبار ليسوا فقط هم، او المدربين الكبار ليسوا فقط هم العامل الأساسي في الفوز، لكن هناك الكثير من العوامل، وهذا يحدث في العالم بأسره.